ويقول صاحب ابن الخاتم المفاتيح الشيخ حامد الفقي رحمه الله: إنما سنوه بأمره، أي ليس شيئا من عندهم، وإنما سنوه بأمره واستفادوه من عنده عليه الصلاة والسلام مما سمعوه من القرآن والحكمة، أي السنة النبوية. لا شك إخوة الإسلام والإيمان أن الحديث عن الصحابة هو حديث عن آبائنا وأجدادنا وعن أمهاتنا، فكيف يمكن أن يعق الإبن أباه وأمه؟ حينما نتحدث عن هؤلاء الأفداد نتشرف بالحديث عنهم ونملأ أسماعنا بأخبارهم التي تشرف أسماعنا وتطهر قلوبنا وتملأ صدورنا محبة ونورا، لأن العظيم إنما يعظم بذكر العظام، وإنما يمكن أن ننال شيئا من ذلك بالانتساب إليهم وأن نكون أحد من يذود عن حياضهم رضوان الله عليهم أجمعين. كيف لا وهم هم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغيروا ولم يبدلوا رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا: فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش، ومن له في الغار مسعد يا له من مسعد، ألا وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. خير الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل مؤيد. قالوا: فمن صديق أحمد؟ قلت: من تصديقه بين الورى لم يجحد. قالوا: فمن تالي أبي بكر الرضا؟ قلت: الإمارة في الإمام الأزهر فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان واليد، أي عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا: فثالثهم؟ فقلت مسارعا: من بايع المختار، من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على ابنتيه، ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد، أعني ابن عفان الشهيد، ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد، ولابن هند معاوية رضي الله عنه في القلوب مودة ومحبة، فليرغمن المعتدي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد. أما علي رضي الله عنه فإن محبته قد ملأت القلوب، وإذا كنا نحب علي رضي الله عنه فإننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة، إلا أن هذه المحبة قد تزيد في أحد الصحابة كما بين أهل العلم، قد نحب معاذ رضي الله عنه، قد نحب زيدا، أو نحب عبد الله بن عباس، أي أن يختص أحدنا بمزية رآها أو بعلاقة رآها في قلبه لهذا الصحابي فأحبه حبا يخصه به، لا ضير في ذلك. لكن أن يكون ذلك سببا في أن تخالف إجماع الأمة في التفضيل أو في الخلافة على الترتيب الذي جاءت به الأمة، هذا هو الغلو، وهو سبب الشرك، سبب الشرك الغلو في الصالحين. ولذلك علي رضي الله عنه لما رأى هذا الغلو في أصحاب الكوفة فإنه بادر إلى إحراقهم وكان شديدا عليهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن حينما نحب هؤلاء الأفاضل وندعو لهم ونثني عليهم خيرا، لأن ذلك جزء من الدين، بل هو من أسسه، بل إن العلماء قد بوبوا وكتبوا في محبة الصحابة في كتبهم. فهو الإمام البخاري له في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، فجاء بالترتيب المعروف: فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وكذلك فعل تلميذه البار الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فقد بدأ بفضائل الأربعة على الترتيب المعروف، ثم ذكر العشرة المبشرين، ثم أتى بفضائل أهل بدر، ثم على الترتيب المعروف. كذلك
أفرد الإمام أحمد رحمه الله كتابا في فضائل الصحابة، وجاء بما جاء به أهل الحديث وأهل السنة والفضل. كذلك ألف أهل اللغة والأدب وغيرهم في فضائل هؤلاء الأخيار. ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أي في الفضل، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ولا شك أن هذا الترتيب في الأفضلية عند أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم اختلف هل يكون عثمان أفضل من علي أم علي أفضل من عثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا الخلاف سائغ بين أهل السنة والجماعة من حيث الأفضلية، أعثمان أفضل أم علي رضي الله عنهما، وهذا خلاف لا يفسد بقضية ولا يعتبر من رجح أحدهما من حيث الفضل مبتدعا أو ضالا أو ما شكل ذلك. لكن من حيث ترتيب الخلافة لا شك أن الخلافة كما أجمعت الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين. وبعد ما استقر الأمر لعلي رضي الله عنه ووقعت الفتنة المعروفة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وعلي معه صحابة كرام ومعاوية معه صحابة كرام، إلى أن قتل علي رضي الله عنه، هل قتل على يد معاوية وأصحابه؟ كلا، إنما قتل على يد الخوارج. ولذلك لزم هؤلاء الروافض أن ينظروا إلى هذه الفرقة العاقة وهي أختهم في العقوق، طائفتان فرقتان عاقتان في هذه الأمة، الخوارج كلاب النار والروافض الذين خرجوا على دين الإسلام. فكان لزاما أن قبل أن يندبوا أهل السنة والجماعة أن يندبوا حظهم من الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه سنة 40 للهجرة. ثم تولى الخلافة بعده الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فاستخلف نصف سنة، ثم بعد ذلك بايع معاوية رضي الله عنه بعد أن قدم مطالبات استوفاها إياه معاوية، فبايعه الحسن رضي الله عنه لكي يكف البأس ولكي يعصم دماء المسلمين، فسمي العام عام 41 للهجرة عام الجماعة. هذا حينما نذكره ونحن نثني على هؤلاء الصحابة، هذا الخلاف لم يدم طويلا بينهم وحسموه بالبيعة فيما بينهم، وكان سيحسم قبل ذلك لولا المنافقون، لولا أهل الزيغ والضلال، لولا الغلاة المغالون في المحبة زعموا، لولا هؤلاء المنافقين وهؤلاء الجهلة وهؤلاء البغاة لحصل الوفاق وحصل الاجتماع بين هؤلاء الأفاضل. ومما يدل على ذلك أنهم رضوان الله عليهم أجمعين لم يغيروا الدين ولم يبدلوه ولم يخفي أحدهم فضائل الآخر مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما وقع فيما بينهم من خلاف. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآيات. فإذا كان الأمر كذلك ووقع بينهم ما وقع ثم بايع الحسن رضي الله عنه، فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا؟ ثم إن وقع الخطأ كما صدر أخونا جزاه الله خيرا، إذا وقع الخطأ هل هذا الخطأ لا يغتفر؟ هل ما وقع فيه أبو موسى الأشعري ومعاوية رضي الله عنه عنهم أجمعين وعائشة رضي الله عنها وطلحة رضي الله عنه، أهذا خطأ لا يغتفر؟ أهذا الذنب لا يمكن أن يتوبوا منه؟ معناه أنهم كفروا. هذا هو منهج الخوارج الذين ضلوا وأضلوا. فما بالنا اليوم نريد أن نحيي هذه الفتنة وليتنبه أهل العلم وأهل الفضل وهم متنبهون يقظون أن من
يريد إشعال الفتنة هم هؤلاء الذين ينبشون هذا التاريخ ويحيون هذه النعرات ويرون أن فاعل الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، كما يقول عائشة في النار، فلان في النار، زيد في النار. لماذا؟ لأنهم قاتلوا علي رضي الله عنه. هل هذه المقاتلة إن قتل في معتقد أهل السنة والجماعة متعمدا ثم تاب هل هناك من توبة؟ يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون في كل كبائر ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا أن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما، رحمة تليق بذاته وجلاله غير الرحمة التي خلقها يتراحم بها العباد فيما بينهم وهي جزء من 100 جزء من الرحمة، فهذه رحمة مخلوقة. وأما الرحمة المتعلقة بذاته وصفاته فقد ادخرها لعباده وأوليائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ومنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثناء على الصحابة من القرآن والسنة ومن أقوال الأئمة الشيء الكثير، أختزل منه ما تجود به هذه الدقائق المعدودة. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من الآيات. فيه أن الله عز وجل رضي عن هؤلاء وسماهم مؤمنين، وأن كل ما يأتي من صفات المؤمنين والتنويه بها في القرآن الكريم وما يعقبه من أجر أو ثواب أو تخليد ذكر فإن الصحابة هم أهله، كما قال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. فهو عليم سبحانه وتعالى بما هم عليه وبما سيكونون عليه رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك السابقون من المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون، هؤلاء سابقون. أبو بكر رضي الله عنه أسلم كل العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إلا علي رضي الله عنه. هؤلاء أسلموا بدعوة أبي بكر رضي الله عنه، فكيف يكون هذا مرتدا ويكون كافرا ويكون كما يقولون؟ أبو بكر رضي الله عنه صاحب الغار الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم وجاد بماله وبنفسه، جاد بماله وبنفسه دلالة على أنه كان صادقا، دلالة على أنه كان محبا وأنه كان للنبي معظما، ولم يكن صاحب سلطان أو صاحب هوى أو صاحب مطلب أو صاحب دنيا رضي الله عنه وأرضاه، إنما أراد الدين، أراد الرفقة والصحبة في الدين كما يرافقه في الدنيا يرافقه في الدين ويرافقه في الآخرة. ولذلك لما جاء المنافقون خرجوا من المدينة، بعض المغرضين أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر هو الذي يتصدى لهم فيسألونه: من هذا الذي خلفك؟ فيقول: هو يهديني السبيل، يعمي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يخشى عليه. لو كان منافقا كما يدعون لكانت الفرصة مواتية في الهجرة للقضاء عليه وأن يشتري بماله قطاع الطرق فيفعلون ما يفعلون. هؤلاء الذين يريدون أن يجعل الصحابة سببا للطعن لم يفقهوا لا في شرع وليس لهم عقول وليس لهم ميزان. الكذب إذا كان بميزان يمكن أن يقبل عند الغوغاء، أما إذا كان بغير ميزان فحتى الحمير عزه الله تنهق منه. وقال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا.
تسقية من الله سبحانه وتعالى وثناء ما بعده ثناء. ولذلك المحدثون رحمهم الله تعالى قالوا الصحابة كلهم عدول. إذا انتهى الإسناد إلى الصحابة فلا نبحث في الصحابة، إذا قالوا عن رجل من الصحابة فالجهالة في الصحابة لا تضر. هذه تسقية، إجماع أمة الإسلام، العدول، الثقات الأثبات على أن هؤلاء الصحابة حديثهم متصل لا ينقطع ولا يرسل. فإذا قال قائلهم هؤلاء الصحابة من هم الصحابة؟ نثني عليهم هم الذين رأوا والذين لقوا والذين تشرفوا بالنظر إليهم ولو ساعة ولو دقائق معدودة، لا كما يقوله كمن سماه أخي قبل قليل عدنان إبراهيم أنه لا بد من اشتراط طول الصحبة والملازمة، هذا اشتراط اصطلاحي اصطلح عليه أهل الأصول لبعض المعاني أو بعض الفوائد، ولم يقل علماء الإسلام أبدا أن هذا ينفي الصحبة عمن لم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام وتطول مدة اتصاله به، بل من رآه ثم من كان صبيا مميزا يعلم أنه رسول الله تحصل له الصحبة كالحسن والحسين، فالحسن كان ابن 8 سنين والحسين كان ابن 7 سنين وكانوا مميزين فحصلت لهم الصحبة، وكيف لا تحصل لهؤلاء الرجال الذين عرفوا الأنساب وعرفوا المكارم وعرفوا الأحوال ولهم تجارب ولهم سيادة ولهم مال ولهم تجارات، أفلا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتبعوه وأعطوه ما أعطوه من البيعة رضوان الله عليهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أيضا في الوحي من كلام الله تبارك وتعالى قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فالخطاب هنا للصحابة وعد الله الذين آمنوا منكم أي من الصحابة وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا. هذا كله وقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، حروب الردة، إنفاذ جيش أسامة، في زمان عمر رضي الله عنه فتح بلاد المجوس بلاد الفرس، في زمان عثمان رضي الله عنه اتسعت رقعة الفتوحات، فأمنهم من أن ينالهم العدو، وكانوا هم الذين ينشرون الإسلام العدل ينشرون الفضل والخير، فحقق الله تبارك وتعالى ذلك فيهم لنعلم أنهم المعنيون بهذا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه 3 قرون فاضلة. علماء الحديث اجتهدوا في حصر السنوات أو معرفة من هم المعنيون بذلك، فحسبوا إلى سنة 120 إلى وفاة أبي الطفيل رضي الله عنه آخر الصحابة وفاة على الإطلاق، فقالوا 120 سنة حسبوا من البعثة النبوية وبعضهم حسب من الهجرة النبوية. فإذا حسبنا 120 في حق الصحابة ثم أضافوا 70 في حق التابعين ثم أضافوا 50 في حق أتباع التابعين هي 240 سنة، هذه السنوات المباركات هي قرون أهل الخير والفضل، قرون خلف الصحابة. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فسمى قرنه قرن الصحابة الأفاضل أنهم الأساس الذي عليه يمكن أن نميز الخبيث من الطيب فهم الميزان، فقيد الاتباع لهم بإحسان أي أن يكون على ما هم عليه أي على عقيدتهم وعلى فهمهم رضوان الله عليهم أجمعين. الصحابة الكرام كان بعضهم يزكي بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويعين بعضهم بعضا ويكون بعضهم مع بعض فهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن الصحابة كان يشد بعضهم بعضا، قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، ليس آمنوا معه
ظاهرا وباطنا، هذه تزكية مطلقة. الله تبارك وتعالى يزكي هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء الصحابة. كيف نأتي إلى هذه التزكيات كلها ثم نضرب بها عرض الحائط، ثم نأخذ بأقوال لا نعلم لها أي نسبة ولا دليل؟ محمد رسول الله. فمن شكك في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فليشكك فيما بعدها، نعوذ بالله من الخذلان. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه، بعدما تمت المؤازرة استغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الإمام مالك رحمه الله: كل من غاضه أمر الصحابة فإنه كفر بنص هذه الآية. ويقول أهل العلم من المالكية: فحب الصحابة إسلام وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة من الإسلام ومن الإيمان ومن الإحسان. إذا أردت أن ترقى في مراتب الخير والبر فعليك أن تحب هؤلاء كما أحبهم رسول الله وكما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن أن تدرك حلاوة الإيمان إلا أن تحب هؤلاء، أن تحبهم كما جاء في الحديث، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تكون محبتنا لهؤلاء لأنهم حملوا الدين ونشروه في الآفاق رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك إخوة الإسلام والإيمان، حينما نتحدث عن الصحابة الكرام فهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء الصحابة حينما يأتي هؤلاء ويقولون وقع بينهم كذا وكذا، أنسيتم خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان؟ كيف كان التعاون والتآلف والتواد بينهم؟ حينما يحصل الخلاف فإنهم رجعوا إلى كتاب الله ورجعوا إلى سنة رسول الله، فالعمدة ما كانوا عليه عند الاجتماع وما كانوا عليه عند الوفاق. ولذلك إذا أجمعوا رضوان الله عليهم أجمعين فإن قولهم يكون لازما لكل أحد. جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سماهم خلفاء، فهذه تسمية لهم. ثم وصفهم بأنهم راشدون وأنهم مهديون، والهداية هي أن تهدي الإنسان إلى الطريق الصحيح، فهم هداة. ولا يتصف بهذه الصفة إلا من كان على درب الأنبياء ومن صفت سريرته وحسنت طويته وكان على مكارم الأخلاق مثل هؤلاء الأفذاذ الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم تربية محمد عليه الصلاة والسلام، هم معلمهم وموجههم ربهم. فإذا كانوا هؤلاء كفارا وكانوا مرتدين فكيف يكون المعلم والمربي؟ إذا وجدنا قوما أشرارا وفساقا فلا تسأل عن معلمهم وأستاذهم، فإنه زعيمهم وإنه رئيسهم وإنه موجههم. فإذا كان الأمر كذلك فإنه كما قال أهل العلم: إذا وقع الخلاف فنرجع إلى ما كان عليه الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدون، فنعض على أقوالهم بالنواجذ، أي ما أجمعوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين، كما أجمعوا على المصحف الشريف، المصحف الإمام الذي وحدوا الناس فيه على القراءة التي نقرأها اليوم، وأجمعوا على أحكام كثيرة مبثوثة في كتب الفقه ومسطرة عند العلماء. ثم إذا وقع الخلاف فإنه إن كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر في طائفة فإن القول يكون معهما، لأن لهما من الفضل والعلم والانتباع وحسن الفهم ما لا يدركه الآخرون. وأما إذا افترق أبو بكر في جهة وعمر في جهة فنقول الصواب واحد لا بعينه، ونختار ما يمكن أن نقول أنه هو الذي ينبغي أن يفعل. أما إذا وقع الخلاف بين الصحابة على قولين ف
فلا يجوز بعدهم إحداث قول ثالث، فإن إحداث قول ثالث يدل على أننا نستخف بعقولهم ونستخف بآرائهم ونستخف بسنتهم ونستخف بفهمهم، ونقول نحن رجال وهم رجال، والبول بيننا وبينهم مشاسع، فإنهم رجال حقا في الدين، أما نحن فنسأل الله السلامة والعافية. ثم إذا كانوا على خلاف فإن خلافهم سنة، إن خلافهم من السنة التي أمرنا باتباعها، فنرضى منهم ما اختلفوا فيه، ونعلم كما قال أهل العلم فإن فهم السلف أي الصحابة لنا، فإن فهم الصحابة لنا خير من فهمنا لأنفسنا. وإذا كان الأمر كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد زكاهم وقد أحبهم وقد نوه بهم وقد تركهم، ثم بين في قوله تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم ارزقنا حب الصحابة الكرام، اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر الآخرين وعن باقي الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الوقت يزاحمنا، نفتح إن شاء الله عز وجل باب المداخلات والأسئلة لإغناء هذا الموضوع وإثرائه، فالكلمة لكم إن شاء الله تعالى. كاين شي مداخلة أو تساؤل أو استفسار أو إضافة أو إفادة؟ تفضل رقم واحد نفتح لائحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الإخوان على هذه المحاضرة القيمة. سؤالي هو ما هو موقف علماء المسلمين من المسلسلات التي تمثل دور الصحابة، بحيث يكون هناك يعني أمور وهناك تحريفات في سيرتهم، جزاكم الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر جزيل الشكر أستاذنا الكريم. السؤال هو ما هي بعض الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ بالنسبة لمن يقول التقارب بين أهل السنة والجماعة والشيعة لإجماع كلمة المسلمين، يعني ماذا قدم الشيعة للإسلام في الفتوحات الإسلامية لكي نجتمع معهم اليوم؟ حسن الله عليك. يعني تقديم علي رضي الله عنه عن عثمان في الأفضل وليس في الخلافة ليس من التشيع الخفيف كما أطلق عليه بعض العلماء. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله الأستاذين الفاضلين على هذه الكلمتين النيرتين في هذا المجلس. استسمح شيخنا سعد حفيظ العبد اللهوي، في طياتي كلمتكم ذكرتم الداعي المعروف طارق السودان، وقد يفهم بعض الحضور انكم تثنون عليه خيرا، مع العلم انه يثني عن المدعو عدنان ابراهيم وعن طرحه وعن خوضه في الصحابه رضوان الله عليه، بل وقع هو نفسه في بعض الصحابه كالمغيرة بن شعبة وسماه انه غير مؤدب، بل اجاز حتى الاعتراف عن الله وعن رسوله بدعوى حرية التعبير. لذلك نرجو منكم شيخنا حفظ الله ولو في دقائق موجزة تنبيه حال هذا الرجل لكي لا يتلبس الأمر عن كثير من إخواننا وجزاهم الله.